اسأل معنا. اسأل معنا يأتيكم الثلاثاء في تمام 11:30 صباحا. أهلا بكم في برنامج اسأل معنا. يسرنا اليوم أن نستضيف الأستاذ توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي لدعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب. مرحبا بكم على أثير راديو أورينت. أهلا وسهلا بكم. أهلا أستاذ توم، الكثير من التكهنات تدور يعني حول طبيعة وشكل وأولويات السياسة الخارجية التي قد ينتهجها الرئيس ترامب فور تسلمه المنصب. كيف يمكن رسم الخطوط العامة والعريضة لهذه السياسة تجاه الشرق الأوسط؟ اولا هو يوضح بخطاباته وبرامجه بالنسبه للشرق الاوسط، يعني له تقريبا في من اول خطاب بلسان 2016 وما بعد عده خطابات حتى سياسه خارجيه وبرامج عمل للشرق الاوسط. هلا هي عندك محورين وستتم بعده مراحل. المحور الاولاني هو إعادة النظر بالملف النووي الإيراني ووضع ضغوط جديدة على إيران لتخفف من هالمشاكل بالشرق الأوسط وزعزعة الشرق الأوسط. لأن الملف النووي مع إيران خلق مشاكل مع كل الدول العربية، وفي تخوف من الدول العربية على مجالين. المجال الأول إنه إيران بعد 10 سنين 15 سنة يكون صار عندها الأنبلة الذرية، فلذلك الأمر صار يروح يكون سباق للسلاح النووي. وشفنا إنه مصر والأردن والسعودية توجهوا بعد الاتفاق النووي توجهوا على روسيا فيشوفوا كيف يقدروا يعملوا الطاقة على النووي ببلادهم، وبعد فترة تتطور الطاقة لسلاح نووي. وهذا لربما سيكون خراب للشرق الأوسط بعد 20 سنة و25 سنة من اليوم. فلذلك الأمر على المحور هذا الضغوطات وإعادة النظر بالملف الإيراني رح يجعل ارتياح عند العالم العربي، وبس يصفي في ارتياح عند العالم العربي في ترجع تشتغل على الملف السوري بالذات وملف العراقي والملف اليمني. بس نبلش بالملف السوري لأنه هذا الأهم والأقرب إلينا وهو المشتعل في الوقت الحاضر. سيد ترامب قال لازم نعمل على ثلاث مراحل. أول مرحلة نعمل مناطق آمنة للسوريين، ثم بكل مسافة في مشكلة هن ينزحوا على بلدان الجوار ولربما أمريكا وحتى الولايات المتحدة. فأحلى ما يطلعوا من هنا نعمل مناطق آمنة. بدي بس استفسر من حضرتك عن هي النقطة بالتحديد. المناطق الآمنة لا تقتصر فقط على المنطقة الشمالية من سوريا، أيضا المنطقة الجنوبية ربما يعني يكون هناك منطقة آمنة مع الأردن. طبعا هو ما قال هلأ هو بيقعد مع الخبراء بإدارته وبيحدده، مثل ما نحن بنعرف من الخبراء اللي نحن جلسنا معهم عدة مرات في ثلاث مناطق آمنة، واحدة على الحدود مع الأردن، وحدة على الحدود مع لبنان، وحدة على الحدود مع تركيا. وهاودي بصفوا ساعتها إعادة النظر فيهم كيف بده يكونوا، لأنه بس صار القتال بسوريا بتشوف الشعب بأي اتجاهات نزح، وهالمناطق اللي نزح منها الشعب هونيك بدك تعمل المناطق الأمنية فهالشعب يرجع من لبنان والأردن وتركيا يرجع ويحس إنه رجع على أرضه بسوريا. هذه بالنسبة للمناطق الأمنية. هلا تعمل مناطق أمنية بده من يحميها، بده يحميها تكون جيوش عربية وبإشراف دول. الجيوش العربية تفوت على سوريا بده يتشكل قوات ردع تفوت تحمي هالمناطق الأمنية أولا، وتبلش تحرر المناطق اللي هي تحت بالقتال تحت مناطق داعش مسيطر عليها داعش. تفوتوا هالدول العربية كمان عندهم شروط. شو هي الشروط؟ الشروط شغلتين بدها تكون من الدول العربية. الملف الإيراني يكون مضغوط عليه كليا، وإضافة للملف الإيراني الضغط عليه
هو بمنع حزب الله يروح يقاتل بسوريا، ومنع الحرس الثوري ومجموعاته تجي من إيران عبر العراق تفوت على سوريا، وكذلك أمر الملف بسوريا تحرير العراق تحرير هالمناطق. هي أول نقطة كيف الضغط هناك، لأنه اليوم الإيرانيين بنعرف شو عم يعملوا بسوريا من خلال المنظمات الإرهابية تبعهم، وشو عم بدعموا الحوثيين كذلك الأمر باليمن، وامبارح الأسبوع الماضي الأسبوعين ضربوا حتى مكة بصواريخ من هناك. هذا لا يجوز، يعني هن بدل قلب المملكة قلبها، وهذا بدي شكل خطر على الدول العربية. ثاني نقطة، سيقدروا يفوتوا على هالمناطق هذه كمان بدهم يشوفوا شو البديل بسوريا. هلا السيد ترامب نظريته انه اول شيء المهم الجيش النظامي السوري ما فيك تعمل فيه مثل ما صار بالعراق وطفرته. الجيش النظامي السوري بدك تضل حمي، تكون فيه قوات ردع عربية ومع لربما من قيادات الجيش الحر النظيف، وصفي هناك ترابط مجلس عسكري هو يهتم بشؤون البلد، تكون دخلوا كل شيء صار منسق بإدارة أفضل وممتازة، وساعتها بتفتح حوار مع الروس. طبعا هذا الحوار بده يكون منفتح مع الروس، تشوف كيف نقل السلطة بسوريا، وكيف انه الروس شو بدهم، بدهم منطقة هم كمان يكون لهم مدخل على الشرق الأوسط ما فيك تتجاهلها من مناطق طرطوس، وبدهم نوعا ما يحموا رجلهم بسوريا اللي هو بشار الأسد، بتعطين هالشي هذا بالوقت الحاضر يعني. فهذه نظرة بتطور السيد ترامب بإدارته الجديدة رح تكون. هلأ ما فينا نستعجل ونقول لاش عم بيصير اليوم هيك وعبكرة، هو ما بيسلم لكانون الثاني 20 كانون الثاني، وتكون الإدارة الجديدة بلشت تتفاهم وتجتمع بترحلة شي شهرين ثلاثة، تكون وفود من الإدارة راحت على الدول العربية تتنسق، ووفود من الدول العربية أتت على واشنطن، صار في السهم. أنا بتطور ما رح تتدلور الأمور كثير لحتى الربيع 2017. طيب أستاذ دوم، البعض يعني يقول أنه هذه يعني ستبقى مجرد شعارات، وأن ترامب يمكن أن يكون من مدرسة ما سميت بعقيدة أوباما، بمعنى أنه لا دخل لنا بهذه المنطقة. هل تتفق مع هذا الطرح؟ لا، هو ترامب اللي قالوا نحن مش وين ما صار في مشي بدنا دغري نروح ونكون هوني. شعوب المنطقة ودول الجوار هم مسؤولين عنا، وإذا نحن جبرنا نتدخل بدنا نحمل الكلفة لشعوب هالمنطقة اللي هي تدفع حسب الكلفة، لأنه نحن بالولايات المتحدة بعجز هائل بجميع المؤسسات عنا، وما فينا نروح ندفع عن غيرنا وما يجينا شيء منه. وهذا شيء منطقي لكل قومية وطنية بأي بلد كنت بالعالم. فلذلك الأمر اليوم البرنامج الجديد إنه أوباما ما تدخل على إطلاق وحط خطوط حمر وفشل فيهم وسحب الجيوش وما كان له بديل من الدول العربية، لأنه راح دغري هو وقعد بحضن الإيراني. بقى الدول العربية ما حسوا إنه في أي تلاؤم بالأفكار بينهم وبين ترامب. فرطت المنطقة، فرطت العراق، فرطت سوريا، فرطت ليبيا، فرطت كل هالمناطق هاودي، وما قدر عمل نوع من تفاهم مع الروس. يعني إدارة أوباما عد من سنين كانت خجل وانهيار لعزمة أمريكا وقدرة أمريكا، وخاصة علاقاتها مع الحلفاء في الدول العربية. أوباما راح لعند العدو الذي إيران وتجاهل الحلفاء. إدارة ترامب لا، رح تكون مختلفة تماما، ما رح يتدخل عسكريا، ما رح يتدخل عسكريا، وإنما اللي بده يتدخل خلي جيوش عربية تتدخل، إشراف أمريكي. إذا الأمريكان جبروا يحطوا أي صريف بده الدول العربية تدفع ثمن هالشيء، وهذا أقل ما بيقدروا يعملوه الدول العربية، لأنه عندهم القدرة المالية، بدهم القدرة اللوجستية من الإدارة الأمريكية والدعم المعنوي بمجلس الأمن، وهذا اللي والتنسيق مع روسيا، وهذا اللي بيحصل مع إدارة ترامب. نعم، يعني كان واضح أستاذ حرب أنه السيد دونالد ترامب يعني سيتبنى سياسات مغايرة أو أقل حدة لتلك التي دفع بها بعد دخوله البيت الأبيض، لأنه كان واضح يعني والجميع يعلم أنه تراجع عن كثير من هذه الوعود التي أطلقها خلال حملته الانتخابية، وبالتالي هناك مراجعات تتم الآن.
من السيد ترامب ولا أوباما؟ لا لا من السيد ترامب، أتحدث عن السيد ترامب. لا ترامب كل ما حكي امبارح، كل ما حكي امبارح بموضوع هو بالواشنطن بوست يمكن أما على 60 مينت، إذا كان في عدم دعم الفصائل العسكرية بسوريا المتقاتلة. نعم. لأنه كل المعلومات اللي عم بتجي اليوم إنه هي وزارة الدفاع دعمت هالفصيلة، المخابرات الأمريكية دعمت هالفصيلة، الأتراك عم بدعموا هالفصيلة، الأكراد عم بدعموا عم بنشتوا مع هالفصيلة، الدول العربية عم بنشتوا مع هالفصائل. ضاعت العملية، ما في مفهوم أي فصيلة لازم تدعمها. نعم. بقى هو اللي قال خلينا نرجع نوقف شوي، نعمل مؤتمرات بواشنطن، نقعد مع المجلس الأمن القومي من بعد ما يشكل المجلس الأمن القومي، عاوزة نفهم من هالفصائل. عندك أكثر من 15 فصيلة قتال اليوم بسوريا، منهم لإيران، منهم لروسيا، منهم لأمريكا، منهم للبلدان العربية، وفيتين بعضهم على الأرض حسب المكونات بالمناطق اللي هم موجود. عاوزة نفهم الدول العربية أي فصائل هي بتلاقيها مناسبة، أي فصائل كمان رح تدعم الديمقراطية مش الأصولية، اللي يمكن جزء من هالأصولية هي بدها تحمي مصالح تركيا بجوز نحن ما متوافق معها. بعد نشوف مصر أي فصائل بتلاقيها مناسبة ما تخوفها من الإخوان المسلمين. بعد نشوف مين هالفصائل هايدي، وساعتها بالتنسيق مع الدول العربية فينا نعرف مين ندعم، وبهم بهذا المطاف جيوش عربية تفوت على الداخل تتقاتل وتحرر المناطق، لا مجموعات لها خلفيات ما تعرف وين توصل. نعم. طيب أستاذ توم، هل يمكن، هنا السؤال مهم جدا وهذا يعني وردنا كثيرا، أنه هل يمكن لإدارة السيد دونالد ترامب أن تتواصل في حال وجدت أن هناك ضرورة أن تتواصل مع نظام بشار الأسد؟ ليك بشار الأسد صار معروف أنه نظام مجرم، وما في بلد بالعالم قام بالطائرات تبعه والدبابات يقصف شعب. وحتى استخدم الكيماوي، حتى استخدم الكيماوي، ولا دولة تسمح بهيك شيء. بس في شيء واقع أنه بدأ تمرق بفترة، مثل ما قلت بالأول، أنه تسلم جيش نظامي لقدرة عسكرية تانية وتحافظ على الأمن قد ما بتقدر بالمناطق بعد محافظ عليها. طيب لكن يا أستاذ توم، هناك فقط يعني اسمح لي هنا، تقارير يعني هذه تقارير دولية يعني تقول أنه لم يعد هناك جيش نظامي في سوريا، ما بقي هو عبارة عن ميليشيات موجودة من إيران، من حزب الله، هذه كلها يعني مجتمعة مع بعضها وتقاتل، يعني لم يعد هناك جيش بمعنى الجيش، مؤسسة عسكرية واضحة. بس أنا بدي أعطيك المثل الليبي، لما تدخل ناتو بإشراف أمريكي وفرض كل شيء بليبيا، ما عود فيه بقى حدا ماسك زموم الأمر المؤسسات بطرابلس الغرب، وبعطيك كمان نموذج العراق. بقى عندك فترة معينة بجزء تكون شهر شهرين ثلاثة خمسة، قد ما هي بدك تستعمل المؤسسات الموجودة مهما كانت فاسدي، فترجع تقومها وتعيشها، بس مش من ضمن بشار الأسد باقي. بشار الأسد سيرحل، وإنما الطريقة اللي سيرحل فيها هل بعد مش معروف، أي متى سيرحل مش معروف، بس مش معناته إنه الإدارة الجديدة رح تتعامل مع بشار الأسد. بيخلوا أنا بتصور الروس بيتعاملوا معه، هن الإدارة الجديدة ما بتتعامل مع بشار الأسد، بس بيخلقوا هن على طاولة مفاوضات مع الروس عملية نقل تكون سلمية بدمشق، مش حرب جديدة كمان بدمشق تيموت فيها أبرياء أكثر وينزح منها شعب أكثر. طيب أستاذ حرب، الكل يتحدث الآن عن ضرورة مكافحة تنظيم الدولة، وهذا يعني واضح وجلي أيضا، حتى الفصائل الثورية الآن إذا حضرتك أكيد بالتابع، يعني في سوريا، في حلب، في شمال حلب، تقاتل الآن تنظيم الدولة بهدف طرده من حلب والاتجاه يعني يتم الحديث عن الرقة، لكن يعني الكل يتجه الآن صوب تنظيم الدولة، ويتم غض الطرف عن ميليشيات إيران، الحرس الثوري، حزب الله، الميليشيات العراقية الأفغانية،
اللي 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 أتت من كل حدب وصوب وتقاتل الآن في سوريا. هذه مصيرها. المواطن السوري يريد أن يعرف مصير هذه الميليشيات بعد وصول السيد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. هذه مصيرها هو سببها الاتفاق النووي وأعطاء إيران شو ما بدها، والمجتمع الدولي ما قدر وما حط أي شروط. وهون كانت ضعف سياسة أوباما ومعظم هذيك الخمس دول والست دول العظمى اللي اشتغلوا على الملف الإيراني. لا. اشتغلوا من مرجعية اقتصادية محض ولا شيء أكثر. ولكن الشعب، إن كان الشعب الأمريكي والشعب العربي وشعوب المنطقة كلها سوا، يعني حتى لو الشعب الأمريكي يعني بعيد عنه إيران وبعيد عنه سوريا، فهم اليوم كل هالمحللين يعني كيف بتعملوا اتفاق مع إيران وبتتركوا هالمجموعات هذه وبتتركوا إيران تشرح وتمرح بإن كان بالعراق وإن كان بسوريا، وعم بيجيبوا كمان مجموعات من أفغانستان تقاتل اليوم بسوريا. هذا لا يجوز. يعني المعلومات واضحة، المعلومات موجودة، مثل ما قلت بأول الحديث تبعي، تقدر الإدارة حجم الدور الإيراني بدها تحط ضغط على النظام بإيران والملف النووي، فتقدر تعمل تحالفات مع الدول العربية. لأنه إذا ما عمل هيك ترامب ما رح يقدر يعمل تحالفات مع الدول العربية، وكل المجموعات اللي رح تنضم له ضمن الإدارة كلهم عارفين هالوضع هذا ومهيئين فيتعاملوا مع هالملفات. طيب أستاذ حرب، ألا يمكن دعم الاقتصاد الإيراني داخليا من أجل إحداث تغيير داخلي والإبقاء على الاتفاق النووي، لكن منع التمدد الإيراني في المنطقة، لأن التمدد الإيراني يعني أن الأموال ستصرف في الحرب؟ هل هذه معادلة يمكن تحقيقها مع السيد دونالد ترامب؟ أنا ما بتصور، لأنه لما بيكون نظام فاسد بيكون فاسد، بقى ما بقى فيك تحسن نظام فاسد وقمعي حتى داخل إيراني. اليوم تتسمى على الشعب الإيراني اللي عم يطلع من هونيك، يعني بيقول لك كل الدعم المالي اللي راح ل 150 مليار قسم كبير منهم اللي انعطى لإيران، اليوم هو ذاته ما وصل شيء للشعب. لم يتم يعني تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في إيران أبدا، والقمع لم يزل موجود. والقمع ضد الحريات والعقائد وكل هذا بعده موجود وما تغير فيه، ولا بل عن يزداد أكثر. فلذلك الأمر يعني الثورة الخضراء لربما ستظهر مجددا، وإذا ظهرت الثورة الخضراء مجددا يعني النظام بإيران صار عنده مشكلتين: مشكلة حروبه بالخارج ودعمه، والمشكلة بالداخل. بدك تشوف المجتمع الدولي كيف بده يتعاطى مع إذا صار في مشاكل ضمن إيران بالداخل، شو بده يتعاطى المجتمع الدولي؟ بده يقول نحن عملنا اتفاق نووي ما بدناش نتدخل، لما بيشوف أبرياء مثل 2009 عم بيموتوا بالشوارع والنظام عم يسمعهم. هذه يعني بعد ما بنعرف عنها شو راح يصير يعني، بس انه انا بتوحى من المعارضه السوريه اللي ظهرت بال 2009 بجوز ترجع تظهر من جديد وبقوه اليوم اكثر، لانه بكل هالمشاكل اللي عم بتصير بالعالم العربي بدك تشوف ساعتها المجتمع الدولي كيف بده يظهر لك، كيف يتعامل معه فورا، ما ينطر 12 يوم مثل ما اوباما نطر، تعاطى مجال للنظام يكمعهم أكثر من دون ما المجتمع الدولي يعرف. نعم أستاذ توم، فيما يتعلق بمستقبل العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا، كان هناك نوع من تبادل الود إذا جاز التعبير يعني خلال الحملة الانتخابية بين بوتين وترامب، هل نتوقع أن ينعكس ذلك على سياسة جديدة، توجه جديد، أسلوب عمل جديد، وأيضا يعني تفاهم جديد حول المنطقة؟ أنا برأيي الشخصي واجب. ليش؟ نحن اليوم ما بقاش عندنا الاتحاد السوفيتي، نحن اليوم عندنا روسيا بقى، وروسيا اللي بضعف اوباما اخذت استرجعت كرم وفاتت على اوكرانيا، سيطرت على اسم كبير من السياسي، على جورجيا، على عده مناطق، فلذلك الامر وفاتت على سوريا مثل ما بنعرف. هلا لازم يكون في استراتيجيه واضحه مع الروس. الروس بدهم مدخل على الشرق الأوسط، وهذا لازم ينعطى مدخل على الشرق الأوسط للروس، بس مش بمنافسة، لازم كان بتعامل وتفاهم هني والروس. معلش مثل ما الصين فاتت على الشرق الأوسط وأمريكا بالشرق الأوسط
ولازم يكون روسيا لها دور، لأنه نحن اليوم لازم يكون في تفاهم دولي مش تناقض دولي، خاصة روسيا ما لازم تدعم وما بتدعم الإرهاب، هي كمان عم بتقاتل الإرهاب. نعم. الصين لربما عم بتقاتل الإرهاب، فلازم يكون في تفاهم مع الشرق الأوسط لأنه اليوم نحن شو بحاجة بالشرق الأوسط بعد وقف القتال ونبذ التصرف، هو الصناعة في العالم العربي، لأنه 40-50% من الشبيبة الجديدة هي أقل من عمر 35، بدأ عمل، بدأ صناعة، بدأ تجارة، بدأ كل هذا، أما رح تكون كمان أنابل مؤقتة لربما بعالم جديد، فلذلك الأمر لازم ترجع تأمين المصانع والمعامل بالعالم العربي تكون قدرة قوية مثل ما الصين اليوم والهند والمكسيك، لازم يكون عندهم التصنيع المحلي، وما فيك تعمل التصنيع المحلي لما عم تقاتل كمان التطرف، التطرف بنهاية المطاف بعد ما يحتلوا الركة والموصل والمناطق مش عم بيأمنوا شيء للمجتمعات إلا القتل والنبذ والإرهاب. هذا بدك تاخذ محله. بالتأكيد أستاذ توم، يعني خلال تولي السيد أوباما يعني رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كان واضح أنه كثير من الزعماء العرب اتجهوا لروسيا بدلا من أن يتجهوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب مواقفها، اتجهوا لروسيا، ويعني هذا كان ند كبير للولايات المتحدة. طبعا هذا كان خطأ صادح، لأنه يعني أوباما يعني كل شيء العرب والدول العربية ضده راح أوباما عامله، بيّن بالأول لما ربح رئاسة الجمهورية من 2009 راح على القاهرة وراح اسطنبول وخبر العالم العربي الإسلامي إنه شو بده يتعامل معه، وإذ بعد 4-5 سنين بتفاجئ العالم العربي راح عند العدو اللدود. لا لا، أنا ما بلوم الدول العربية ليش راحوا باتجاه روسيا، لأنه ما لقيوا الحليف اللي له 70 سنة، ما لقيوا بقى موجود معه، لقيوا هني كأنه قاعدين بجزيرة لحال. هلأ العلاقات هيدي مع إدارة ترامب نتأمل سترجع وترجع بسرعة، وبتطور من اليوم مثل ما قلت بأدار نيسان، بدك تشوف تبادل مؤتمرات وزيارات بين الدول العربية وإدارة ترامب. نعم. وهني بتصف تشوف الحلول عم تتركب، بس إنه مش هتكون دغري بكنون ثاني، بدها تكون طبعا تكون توضحت أكثر وترسخت وتصار في تفاهم عناية، لأنه ما بدك فيها كمان دغري تفشل، بدك حيالله تفاوض يصير واتفاقيات تتم وتنجح، بدك تتم وتنجح. هذا بنهاية مطاف عمي. نعم. أستاذ توم، سؤال أخير، وهذا أيضا هذا السؤال وردنا كثيرا، أنه هل ستضع الولايات المتحدة الآن الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية؟ في من فترة وقت مجلس التعاون الخليجي وضع عدة منظمات على لائحة الإرهاب، صار في ضغط على الولايات المتحدة فيحطون كذلك الأمر على لائحة الإرهاب. صار في مسودة بالكونغرس الأمريكاني ومجلس الشيوخ لوضعهم، ولكن ما راحوا لمطرح، لأن الرئيس الأمريكاني كان عنده مستشارين حوالي من الأخوان المسلمين ومن النظام الإيراني، اللوبي الإيراني في واشنطن. هذا منعهم، ما قدروا يوصلوا لمطرح. هلأ بتطور الملف، المسودات موجودين راح يطرحوا، وأنا بتطور إنه الرئيس ترامب راح يحطهم على لائحة، سيوضعوا على لائحة المنظمات الإرهابية. نعم. طيب، شكرا جزيلا لك الأستاذ توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي لدعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، شكرا لك. أهلا وسهلا بكم. أهلا. قدمنا لكم برنامج اسأل معنا، تنسيق محمد أبو بكر، إعداد وتقديم محمد الجزار، هندسة الصوت شوبرت النمري، إشراف فني فارس الذهبي، إنتاج راديو أورينت 2016، جميع الحقوق محفوظة.